فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، يا لها من أجواء ويا لها من صور يصنعها جماهير ملعب الشهيد حملاوي لحظات قبل انطلاق هذا الحوار الودي بين منتخبنا الجزائري ومنتخب الرأس الأخضر. الساحة إضافة إلى أيمن إسماعيل حكم مساعد أول ويوسف جامي حكم مساعد ثاني، بينما الجزائري عبد المؤمن ثوابتي في تنفيذ الركنية في القائمة الأول. الدفاع يقطعها وتعود لدفاع المنتخب الجزائري، رامي زروقي إلى يوسف عطال، كرة طويلة إلى الأمام، هوهو كاد أن يخادع مرماه، كاد أن تكون فرصة الهدف الأول للمنتخب، ما تزال الخطورة مستمرة. هذا غويري كرة ولكن تحولت إلى الحارس، كاد أن يمنحنا المدافع لوبيز هدفا. شوف الإعادة، لاحظوا كان فيه سوء تفاهم بين لوبيز روبرتو وحارسه برونو فاريلا لك هدف واحد ضد الكاميرون في المباراة الفاصلة التي مباراة الشهيرة. فرصة الهدف الأول ضاعت، خطأ من الحارس، ما تزال الفرصة. هذا محرز، هذا محرز، عمورة عمورة، الهدف الأول في الدقيقة 18 يعلنها السريع محمد الأمين عمورة، هدف أول في المباراة. فرحة جماهيرية كبيرة طبعا، خطأ لا يغتفر من الحارس برونو فاريلا. لاحظوا الإعادة في المرة الأولى، حاول أن يتدارك الخطأ ولكن خطف إسلام سيماني الكرة، ثم محرز مررها لعمورة وحده أمام الشباك فارغة وفي مواجهة المدافع. هنا الفرصة، هنا محرز لم يكن أنانيا، مرر لعمورة بسرعة والهدف الأول للمنتخب الجزائري. 12 دقيقة المنتخب الجزائري صار متفوقا 1-0، بداية وتفوق منطقي لحد الآن بالنظر إلى الدخول القوي للمنتخب الجزائري. أخطاء كبيرة عند مدافعي الرأس الأخضر وأيضا كأس إفريقيا، بينما أنا أريد رياض محرز، رياض محرز كرة عرضية، رأسية إسلام، ما تزال الخطورة، الكرة والخطورة مستمرة. عوار عوار الهدف، يا سلام يا سلام على هذه الكرة من أمين غويري، كاد أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. كرة عوار استقبلها أمين، هنا كرة رياض محرز مررها لغويري في المرة الأولى العرضية، كاد أن أو لمسها إسلام سليماني، ثم في المرة الثانية عوار بتمرير على المقاس يستقبلها أمين، ولكن تصويبته مرت فوق القائم فوق العارضة. على رياض، العودة إلى الخلف تماما، ماندي ثم إلى راميز زروقي، ممتاز، شوف المساحة موجودة على الجهة اليمنى من جانب منتخب الرأس الأخضر، عمورة بحثا عن رياض محرز، الآن رياض 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 رياض، على من تسديدة قوية، رياض بحث عن الزاوية البعيدة ولكن التمريرة كانت ممتازة من محمد الأمين عمورة على المقاس لمصلحة ولفائدة. شوف الإعادة، لم يكن هناك، لم يكن متسللا رياض محرز، الكرة تجاوزت تافاريز، وهنا محرز قلت، بل والجماهير الجزائرية كلها تنتظر هدفا ثانيا. لحد الآن الأداء مقنع إلى حد بعيد. الآن حسام عوار، عوار عوار، هو هو من هدف ثاني رائع من حسام عوار الذي يسجل أول هدفه مع المنتخب. يا سلام على الهدف، ويا سلام على التمريرة، ويا لروعة التمريرة والهدف بذكاء كبير. عوار هنا التمريرة، هنا التمريرة خلف المدافعين، عوار بذكاء يرفع الكرة، لوب على الحارس برونو فاريلا يسجل الهدف بطريقة جميلة، يدون حسام عوار أول أهدافه مع المنتخب الجزائري في المباراة رقم 3. هنا انطلق عوار، هنا سجل عوار، هنا قال أنا موجود، هنا التحية للجماهير الجزائرية. شوف عوار، يا له من هدف ويا له من روعة ويا له من أداء
قلت أن جماهير قسنطينة تنتظر هدفا ثانيا، وجاء الرد سريعا من حسام عوار نجم نادي روما الإيطالي. نملك من الإمكانيات ومن طبعا ما يؤهلنا لأن نكون المرشح لنيل اللقب الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخ منتخبنا الجزائري. حسام عوار يغير اتجاه الكرة إلى حسام أو إلى رياض محرز، البحث عن رأسية. الثالث للمنتخب. حسام عوار إذن يسجل الثالث للمنتخب الجزائري، انهيار دفاعي لمنتخب الراس الأخضر. لاحظوا الإعادة، طوفان جزائري في هذه اللحظات. شوف رياض محرز، الكرة كانت متوجهة إلى إسلام ثم ارتدت، وحسام هذه المرة بالرأس يسجل الثالث. 3-0 صارت النتيجة. حسام عوار لوحده، حسام عوار نجم المباراة لحد الآن، بالقدم وبالرأس يسجل ثنائية في أول ظهور رسمي كأساسي مع المنتخب الجزائري. شوف وسط غياب تام للدفاع منتخب الراس الأخضر الجزائري، رياض محرز وعوار. رياض هو من سينفذ، عوار بحثا عن إسلام، على رأس إسلام الثالث والرابع. ما تزال الخطورة. يقول الحكم مخالفة لروبرتو لوبيز. المنتخب الجزائري كان قريبا من الرابع وليس الثالث. المنتخب الجزائري، شوف هنا اعتقد انه ماندي كان في وضعية تسلل مع بداية اللقطة، اعتقد تسلل. في المرة الثانية عاد الحكم الى لقطة عيسى ماندي لانه وقت تنفيذ المخالفة، ولكن هنا طوبة كرته اصطدمت بالعارضة وكادت ان تتحول الى هدف رابع لوحده. دفاع الازرق غائب تماما. شوف هنا عيسى ماندع ونهاية الشوط الاول بتقدم اتقى المنتخب الجزائري، بينما هذه فرصة سريعة من عمورة، سريعة. ضاعت على اسلام، بينما هذه فرصة تصويبة. هدف اول. كيف هيأ الكرة ثم صوبها بالقدم اليسرى، قوية جدا، قوية جدا. عادت للمنتخب الجزائري، امير كويري بحثا عن رياض، رياض ربما الهدف الرابع. راميز يا راميز، الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، الثاني لراميز الروقي مع المنتخب الجزائري في 26 مباراة مع الخضر. راميز الروقي بطريقة ممتازة يصوب بالجهة اليمنى للحارس برونو فاريلا بطريقة رائعة. هنا التمريرة الأولى كانت من أمير كويري ثم رياض محرز، بالعقب يهيئ الكرة لراميز يصوبها من خارج منطقة الجزاء. شوف التمريرة بذكاء من أمير كويري ثم الثانية والثالثة كانت ثابتة في شباك برونو فاريلا، الرابع للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يستعرض صراحة في عبالاته على منتخب الراس الأخضر بالطريقة وبالأداء وبالإبداع أيضا. الخضر يتفوقون لحد اللحظة. مورا قلت خمسة أهداف، ما زال عمورة يبدع، ما زال عمورة ينطلق ينطلق ينطلق، ولكن التدخل الدفاعي. وإسلام سليماني بالتأكيد الباحث عن هدفه رقم 43، كرة منفذة عادت لفارس الشعيبي. فارس أكيد يمررها لي بالرحمة، بالرحمة يبحث عن إرسال كرة أو مراوغة، يفضل دخول منطقة الجزاء. المراوغة وركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الوطني الجزائري. بالرحمة بمجهود فردي يتحصل على ركلة جزاء، طبعا هل سينفذها بالرحمة
هم سينفذها إسلام سليماني. إسلام الباحث عن هدفه رقم 43. هنا المراوغة بشكل ممتاز مثل ما عودنا سعيد بن رحمة بمراوغاته بمهاراته، لكن المدافع أو متوسط الميدان جاميرور اضطر إلى ارتكاب المخالفة. المخالفة واضحة والركلة جزاء شرعية. برونو فاريلا إسلام، هل سيسجل إسلام؟ إسلام سليماني وفاريلا يتقدم إسلام، يتقدم إسلام، يتقدم إسلام، والهدف الخامس، الهدف الخامس للمنتخب الجزائري. إسلام سليماني يسجل الهدف رقم 43، الهدف التاريخي للخضر، يعزز رصيده من الأهداف، يرفع الحصيلة إلى 43 في 94 مواجهة. لاحظوا الإعادة، التسلل على كوريا، مسجل الهدف الوحيد بطريقة جميلة لمصلحة منتخب الرأس الأخضر. نهاية المباراة، صافرة التونسي محرز المالكي تنهي أحداث هذه المباراة، وتصافح بين المدرب جمال البلماضي وبيدرو بريتو 5-0. المنتخب الجزائري أقنع وأبدع وتألق وسجل خماسية كاملة.